يا جماعة الخير، مش يصبرش أي شيء إلا لما نتحاور. إذا اختلفنا بأي شيء نتحاور ونتفق ونصل إلى حل، لكن إن كان كل واحد شعب الأفعال على ما يشتي ما فيش فائدة، إنما علينا أن نتحاور. رسالتي للشباب أن يدخلوا الحوار من أجل مستقبلهم ومستقبل أبنائهم من بعدهم، ومن أجل تقدم اليمن وازدهاره.